قالت مصادر عسكرية معارضة في سوريا أن أكثر من 10 عناصر من الميليشيات الإيرانية قتلوا، فيما أصيب عدد آخر خلال تصدي فصائل المعارضة لمحاولة تقدم على جبهة خلصة في ريف حلب الجنوبي. وفي سياق آخر، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف انسحاب القوات الإيرانية لمسافة 85 كيلومترا من مواقعها في الجنوب السوري قرب الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المسؤول الروسي أنه تم سحب القوات الإيرانية من هذه المنطقة استجابة لطلب إسرائيل.